راح اروح لميشيل جراش منسق حمله جينيريشن HOPE او هوب يا حتى امل. نشوف شو عندهم جديد. مرسي لك، يعطيك العافيه، يومك مبارك انت وكل فريق عمل بفارم زونز. ميشيل جراش صباح الخير. بونجور. بونجور. شو هالحمله اللي عم تعملوا فيها ولمتى مستمره وشو هدفها؟ اول شيء بدي اشكركم استاذ اوفي. نحن جنريشن هوب هي الاكرونيم تبع هيلب اذرز بيرسيو ايديوكيشن. هي حمله طلعوا فيها طلاب الجامعه اليسوعيه، الهدف تبعها انه نرى الازمه الصحيه الاقتصاديه السياسيه والاجتماعيه مرورا بانفجار رابع من اب. صار في كثير تلاميذ عندنا بالجامعه، رفقاتنا، زملائنا عم بيلاقوا صعوبه لاستمرار العلم، ونحن بالنسبة لنا أنه لتطوير المجتمع وأهم حق للشباب اليوم هو أنه يقدر يكفي يكون عنده أكسس يخلص هول الثلاث سنين أو أربع سنين اللي فات عليهم كرمال ياخد الشهادة. فأول هذه السنة نحن اتحدنا كطلاب، حكينا مع بعض، شفنا بأي طريقة بنقدر نساعد زملائنا، وطلعنا بحملة جنريشن هوب. جنريشن هوب هي هلأ هدفها كانت بالأول هدفها أنه نجمع 250 منحة لسنة واحدة، بس كمان طور هذا الهدف، صرنا كمان نحن عم نجرب نشوف كيف فينا نقدم ماتيريال للطلاب، لأنه كمان نحن اليوم بأزمة اقتصادية، صار حق اللابتوب بحق قسط، واللي ما عنده لابتوب ما بيقدر يكفي علمه من وراء الأزمة الصحية. فصرنا كمان عم نجرب نأمن ماتيريال، عم نجرب ندعم التلاميذ، نشوف الطلاب سوري نشوف الطلاب شو عايزين، كيف نقدر بهاي الأزمة نقدر نتحد كرمال نقدر نقطع هالمرحلة سوا. يعني دايما الأمل موجود بس بدها مساعدة، يعني كمان قدي بهالظروف الصعبة عم بيكون في إيد عم بتساعد للمضي بهالحملة. نحن كلنا اللي بيميز هذه الحملة أنه نحن كلنا طلاب، كلنا عم نشتغل، يعني الطلب اجى انه اللي عنده وقت او اللي قادر يساعد او اللي عنده هيك شويه فراغ او عنده القدره او بحياله طريقه بيقدر يدعم هيدي الحمله كرمال يساعد رفيقه او زميله اللي بحاجه بلا ما نكون عارفين مين. يعني في كثير قبول، لانه نحن اليوم بوضع انه ناطرين هيدي الامل، ناطرين هيدي اللحظه كرمال نقدر نعرف انه نفكر لبكره، لانه اخر سنتين كانوا صعبين على الطلاب، خصوصا من الازمه الصحيه اللي كان فيها خنق اجتماعي للطلاب اللي كانوا قاعدين ببيوتهم، ما كان في تواصل بين بعضهم، ما كان في ال one to one connection. فكمان هيدا كتير عم بتشجع ويرجعوا يتحدوا مع بعض، يرجعوا يشوفوا بعض، وعم يكون في كتير اقبال من الطلاب ومن الجامعة ومن برات الجامعة على هيك حملة. يعني اليوم مطلوب يلي عم يشوفونا خارج لبنان كمان يساعدوا هؤلاء الطلاب، كيف؟ وين الاتصال؟ مواقع التواصل شو؟ صحيح، نحن الحملة تبعنا هي بيزد على الفندريزنج والكراود فاندينج، واكيد نحن التارجت تبعنا العالم كله، اتس انترناشونال فاندريزنج، لانه نحن بتعرف الوضع بلبنان صعب، واللي اصلا اللي مرتاح مصرياته محجوزين نعم. فنحن بعتنا طلبنا المساعدة، فاتحين نحن على جو فاند مي، فاتحين بيج للحملة، فيهم يتبرعوا عبر العالم. نحن الكونسبت تبعنا انه على فرق العمله، خصوصا انه نحن الجامعه لهيدا الفصل نتشكرها انه ما علمت الوسط، يعني بقينا على 1520 صح. وفرق الدولار من برا لهون بتعمل الفرق، يعني بتقدر تساعد منيح الطالب، يعني نحن ال 10 دولار مثل ال 5 دولار مثل ال 100 دولار من برا بتقدر تفيدنا، بتعمل يعني بتقدر تعمل هذا التغيير. الحمله تبعنا نحن في على الجو فاند مي بيج لكل اللي بيحبوا يتبرعوا على جو فاند مي اسمها جنريشن هوب، وفي يفوتوا على سايت الجامعه usg.edu.lb/generationhope، في محل اي وونت تو هوب ذي كان كليك اون ات، وساعتها في محل بيقدروا كمان يفوتوا على اللينك تبع الجو فاند مي. بس كثير منيحه لانه مثل ما قلت سعر الصرف، واذا بقيت هيك الجامعات تحس بتلاميذها بإطار استمرارية بالنهاية، واحد فجأة ما في وقف العلم هيك فجأة إلا إذا صار في حلول اقتصادية إن شاء الله. نحن نتمنى لكم التوفيق ميشيل، يعطيكم ألف عافية. ميشيل جراش أنت وكل الفريق العامل بحملة جنريشن هوب، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بتلاقوا هيك المردود يلي أنتوا بدكم إياه وبتستحقوه، خاصة للطلاب مش قادرين يكفوا. برافو عليكم، مرسي لك ميشيل، يعطيك العافية.